اوكي، يعطيكم العافية شباب. بنبدأ اليوم المرحلة الثانية، الخريطة الثانية. خلصنا المهمة الرئيسية هذه وفتحتنا هذه المهمة الرئيسية، بس قبل ما نروح نبي نسوي السايد كويست هذول السب ميشن. عندنا ثلاثة مهمات جانبية نبي نخلصهم، فبأبدأ بهذه المرحلة أول شيء. ليتس جو. أنا ما قدرت أتابع البث لأني ما لعبت نيوتو، ما أشوف في فرق يعني بينه وبين نيو ون عادي. لو تسألني إيش القصة حقتها ما أدري إيش القصة. أنا من النوع اللي ألعب عشان الجيم بلاي. مين اللي شافني؟ شفتك يا. طب أنا ما عندي أسهم كذا غش. ما حد انجلد. جلدوني يا ساتر، ايش كثركم؟ يا ساتر. يا اخي ابغى اسهم. وين الديب حقي؟ كله بسبة هذا. اوكي انت قوي. جيجي. ابغى اطلع اذبح ده لانه منرفزني. وينه؟ حاقدين علي ما ادري ليه. باي باي. يا اخي ما عندي، ما في بويز هنا في اللعبة. ما في بويز. والله جلدني. ارجع للشراين واشتري اسهم من الكدومة. يا يبغالي اسوي كذا. بس اتوقع جاتني اسهم دحين. اوكي انت باي باي. هو كله سهم واحد. اوكي هذاك مات. اشوف نايس. اوكي القرنبل مهمة. مهمة ذي صعبة. يا ساتر يا اخي ليه ما في بويز؟ باي باي.
دلع وجا والله انه قوي صعبة ذي المرحلة والله. المهمات الجانبية من جد اسم على مسمى مهمة جانبية يبغالك تسحب عليها. اوكي اسهم اخيرا. يا شين اللقافة نايس. في احد يا ساتر يا اخي سريعين دول النينجا. لا 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 انقلع انتحاري. اوكي هذا واحد شايفك. ايش عنده ذا؟ هذا خوي ولا عدو؟ لسه باقي؟ ما ادري اشك انه في نينجا. او فزنا؟ او فك الباب فك الطريق. حلو حلو حلو. بغيت انجلد والله. ايش عندهم ذولا؟ او بوس على طول. ما تقول لي بوس. ليتس جو. اي والله انه بوس. هذا اللي معاه الفيل. لا 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 صل على النبي. خذ دي حلو الموسيقى. باي باي جي جي. اوكي هزمنا دحين مدينا اللفل. يعجبني ذا الزرع طيح لك ايتمات بس اتوقع لانه خلصنا المرحلة فما يطيح شيء. اوكي ليتس جو باك. اوكي نسوي المهمة هذه ليفل 40. اوه حتى المهمات الجانبية مهتمين في المراحل يعجبوني والله. اوكي الحين كله شايفين كل الستاتس موصلة 10 10 10. الحين يمدينا ابدا اركز. قريب الاكس ما يتلفل بال او الاكس بالستامنا. يبالي اركز على السترينج.
والهارت كمان يبالي أركز عليه. الهارت ممتاز لأنه هو اللي فيه له الكاي، الكاي اللي هو الاستامنا، وما في ستاتس يزود الاستامنا إلا الكاي. خلونا نبدأ نلفل الهارت. إيش قصة نيو 2؟ والله ما أعرف، قاعد تسأل الشخص الغلط، ما أعرف القصة أبدا. دي مرحلة الثعبان. ايش مطلوب مني في المرحلة؟ أتقول لي أباري الزعيم مرة ثانية. المضاربة فزت عليها. معقولة ما انتبه لي؟ سهلين هنا ما أدري ليه. مو زي المرحلة اللي راحت والله كانوا صعبين. وين نروح وين نروح؟ في شيء هنا يعني. اوكي دول ضعيفين ضد النار. كانت نابل حلوة. اوكي انت كمان ضعيف ضد النار. مين؟ تصدقوا ما انتبهت هذا بيبثرني دهين. الله انك قايل لكم هذا بوسهم. هو أحول وأنا أحول منه. مين هذا اللي يشوفني؟ هذول معاهم اسهم. باي باي. اوكي. هلا. عشوة والله اني محظوظ. الابيليتيات هذه حلوة والله، يبالك تستخدمها اول باول. تفك ازمة بعض الاحيان. اوكي اسهم وينهم؟ هذا واحد ان شاء الله بس اجيبه في راسه مزبوط. حلو هذا واحد. شفتك.
طريق انا شكله من فوق. بس قبل ما اروح باجي هنا. هلا والله. تعجبني ذي الحركة انه السلاح يتكلم. في احد هنا؟ اوه هلو. اوكي اتوقع اني خلصت كل شيء هنا. يبالي اطلع فوق دحين. او في بون فاير هنا. يا اكره هذي. والله بغيت اموت. ممتاز ذا السحر صراحة. مو بس يهيئني، يهيئ حتى الفريق اذا مع اذا مستدعي احد يهيئه. الوضع ما يطمن، هذا مقفل من هنا. حلو بون فاير يمدينا كمان ليفل. نايس. اوكي بزود كمان في الهارت. حلو شوف الهارت الحين ازود الاتاك حقي. جلدني. اوكي الله يفجعك يا شيخ. تعال من هنا الطريق دهين. في واحد واو نايس. اتوقع خلاص هنا نهاية المرحلة ولا؟ يا هذه هنا نهاية المرحلة. المرحلة دي بس اني اخذ ايتم لا اكثر ولا اقل.
يب نايس. اوكي خلونا نرجع. اوكي ايش جاتنا؟ سول كور. هذه ايش؟ هذه فلة يحط بف كمان على السلاح. كلها ببيع هذه. وجبنا تايتل. خلينا نشوف ايش التايتل كم. اوه ثلاث نقاط هنا في البرستيج. ايش نزود؟ وهنا كمان ثلاث نقاط. بزود اللايف وزود الكاي والاكويبمنت دروب. حلو. نزود الانيما واكستندد يوكاي شيفت والانيما. حلو. جبنا نقطة في الساموراي. فين نحط النقطة دي؟ increase bow damage 5%. اوكي نزود البو دامج ليش لا. وهذول لسه ما يمدينا اشتريهم. يبالي اخلص مهمة معينة عشان تنفتح. هذه حلوة. اوكي بالنينجيتسو ايش قلنا احنا بنشتري؟ برضو مقفلات بالمهمات. هذه مقفلة وهذه مقفلة. فقلنا انه نبنجي اوفر النقاط حقتي على لما اخلص المهمة المطلوبة مني. اوكي نروح نسوي المهمة الجانبية. خلصنا ثنتين بقي اخر مهمة جانبية. ايش بقى ملابسي كذا؟ يبغالي اغير ال اغير ملابسي والله كذا ما ينفع. الفاشن يلعب دور كمان. هلو هذول ضعاف ضد النار. يذكروني اللي في ديمون سولز اللي في المرحلة الأولى. يا فوطة. هلو الله اني شايف. واحلى شيء هذا ما درى عنه. لا تقول لي فخ. اشوف في اللي يدق عود. باي باي. يا
دبك انت واحد قبل لا دبك لا 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 بسرعة 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 عشوة باي باي حركات هذا جون سينا قلب علي ما في احد عنده داشي كويس صراحة اقوى اسلحة اللي جبتهم من ذول اللي اذبحهم الحمر لا نشوف ممكن يطيح المسدس او طيح المسدس حلو لا نشوف اقوى من اللي عندي والله اقوى من اللي عندي حلو نايس الله يفجعك ما عندي قنابل اوكي بسحب انا هذي ما اطيقها تقريبا عرفت له هذي كيف اقدر اهزمها ضربتين بعدين افك عليها الابيلتي الثعبان بالثعبان مرة ضعيفة شكو الطريقة من هنا خلينا بس اتأكد هنا في شي ثاني او صندوق حلو كويس اني جيت ما في شيء كويس كأني شفت مظلة هنا أنا أي والله هذه في طريق من هنا وفي من هنا اوكي فاضي من هنا شكله اللي يبغوني اذبحه اللي يدق عود خلينا استدعي هذا يجي يساعدني لان ما ودي والله اعيد المنطقة بالكامل انزل اساعده ولا كيف؟ اوكي جبت العيد يا ساتر يا ساتر انجلت بسرعه 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 قوم قوم هاي الهواد ايوه اجلد اجلد مالك مات اوكي
خلينا نستخدم على السحر. اوكي والله انجلت، والله انجلت. والله قوي قوي ابن الذين، كثيرين اللي ماتوا هنا. ايش هذا، هو الباص حق المنطقة؟ شكل هذا الايتم اللي كان يبون ياخذه. والله ما عندي نستدعي دحين. يا كل الوحوش اختفوا خلاص. يب ناخذ الايتمات. ما في صندوق هنا. اوكي خلوني اطلع من المرحله، ناخذ الايتم ذا وبعدها اطلع. جي جي كذا خلصنا كل المهمات الجانبيه.